صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك فما حكم صلاته؟ من صلى وعليه دم وهو عالم بذلك دم نعم الأحوط أنه يعيد الصلاة، لأن الدم اختلفوا فيه هل هو نجس أو ليس بنجس، والاحتياط أنه لا يصلي به وهو يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تقرصه ثم تنضحه، تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. دل على أن الدم نجس يغسل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، كان يصلي في نعاله خلعهما في يوم، فلما سلم وسأله الصحابة، أو أن الصحابة خلعوا نعالهم اقتداء به، فقال: لماذا خلعتم؟ قالوا: لأن رأيناك خلعت. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. ولا قالوا الأذى أنه دم قراد أو حشرة، فدل على أن الدم أنه نجس، وإن كان بعض العلماء يرى أنه غير نجس، يقول: لأن الصحابة في المعارك كانوا يجرحون وتسيل منهم الدماء ويصلون، وعمر لما طعن أكمل الصلاة وعليه الدم، فالدم ليس بنجس، لكن الأحوط له أن يعيد الصلاة. نعم.